في هذا الصدد أشار سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أبرز ما جاء في الندوة الحوارية لإبراز العمل البرلماني للوصول للأمن والاستقرار المجتمعي على كافة المستويات. تسليط الضوء على القضايا الرئيسية التي تناولها السلطة التشريعية وأيضا الملفات وأهمها ملفات شباب وملفات التنمية والملفات الاقتصادية والصحية أيضا والتعليم في مملكة البحرين، والدور الذي قام في مجلس النواب خلال الفصول الأدوار التشريعية الثلاثة والتي تأتي استكمالا للأدوار التي مارستها السلطة التشريعية على مدى الفصول الخمسة حتى الآن، وكيفية الارتقاء في مجالات التعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التنفيذية وأيضا للاستفادة والتنسيق مع الخبرات الخليجية والعربية الصديقة.